في الذكرى 52 لعيد الجلاء، كيف يخوض اليمنيون معركة الاستقلال واستعادة الدولة المخطوفة في ظل خارطة الصراع والأطماع الجديدة؟ وما أهمية وحدة الصف الوطني أمام المؤامرات الدولية في الوقت الراهن؟ أهلا بكم في الذكرى 52 لجلاء بريطانيا عن جنوب اليمن. ما يزال اليمنيون يخوضون فصولا جديدة من الصراع ضد التدخل الخارجي الذي يستهدف اليمن واليمنيين، فصول جديدة ومستمرة من الأطماع والتدخلات في مقابل كفاح لا ينتهي في بلد لم يعرف الهدوء بعد. كيف ينظر اليمنيون إلى ذكرى الجلاء البريطاني عن جنوب اليمن في هذه الظروف التي يتخلق فيها شكل جديد للاحتلال الخارجي بغطاء من شعارات دعم الشرعية ودحر الانقلاب؟ ما الدور المناط بالأحزاب السياسية والقيادات الوطنية؟ وهل بوسعها اليوم تكوين قاعدة مشتركة لتحديد مفهوم التدخل وتعارضه مع السيادة الوطنية ومخاطر الوصاية؟ هل يمكن للإرادة الثورية الشعبية تجاوز عثرات ووهن القرار السياسي؟ وفي معركة الاستقلال واستعادة الدولة المخطوفة، كيف يمكن توحيد الصف الوطني أمام هذه المؤامرات التي استهدفت ثورته ووحدة ترابه الوطني واستقلاله وسيادته؟ في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر سنة 1967 غادرت بريطانيا جنوب اليمن بعد أن واجهت مقاومة وطنية تدرجت من الكلمة إلى البندقية. واجهت بريطانيا هذه الإرادة بالحديد والنار، ولكن أنى لهما أن يقضيا على جذوة الكفاح وإرادة التحرر. فبعد سنوات قليلة من انطلاق أول رصاصة تحرير، أطلقت بواخر الأسطول البريطاني صافرات العودة حاملة جنود الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وأعلامها المطوية. 52 عاماً مرت منذ خروج آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد، لكن ذلك لم يعني خروج اليمن من دائرة أطماع القوى الكبرى وصراعاتها، ولم يتمكن اليمنيون من امتلاك قرارهم المستقل لبقاء النخبة السياسية الحاكمة مرتهنة للخارج على الدوام، وفي كل مرة كان هناك خارج جديد. في ليلة الذكرى 52 ليوم الجلاء يبدو الوضع كأنه لم يتغير منه شيئا، فبدلاً عن المستعمر البريطاني صار لدينا حلفاء عرب يمارسون على ظهورنا أسوأ ما كان يفعله المستعمر، وهذه المرة بداعي إنقاذنا من بعض أبناء هذه البلاد. أكثر من 4 أعوام منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي وحليفها صالح، لم يرى اليمنيون في هذه المناطق من خير هذا التدخل إلا الشعارات. فيما كان المشروع الحقيقي للإمبراطوريات التجارية البازغة على ضفاف الخليج هو ذاته المشروع القديم للإمبراطورية الأم الراعية لهذه الكيانات. ذلك الشيء القديم المسمى اتحاد الجنوب العربي، وهو آخر ما تركته بريطانيا وأسقطته بندقية الثورة، عاد مرة أخرى على يد القوى المعادية لثورة أكتوبر وبدعم القوى الاستعمارية الجديدة، كتأكيد واضح على حقيقة الدور وطبيعة المهمة، وأن المستعمر الأول ما يزال حاضرا وإن كان مستترا هذه المرة تحت عقال عربي. في اللحظة التي عاد أبناء الشمال لمواجهة النسخة الجديدة من الإمامة، يواجه أبناء الجنوب شكلا جديدا من الاحتلال المقنع، مأساة تجسد واقعا لا فكاك منه وحدية القضية والمصير. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد عقلان الكاتب والباحث. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. وكما سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء الخير. أهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. إذا البداية عندك أستاذ خالد، بداية كل عام وأنت بخير وعيد جلاء مجيد. 52 عاما مرت على مثل هذا اليوم،
لحظة خروج آخر بريطاني من أرض اليمن. ما أهمية هذه الذكرى في مثل هذه اللحظة التي يمر بها اليمنيون؟ أولا كل عام وأنتم بخير واليمنيون بخير، وتستمر نضالات اليمنيين عبر هذه المراحل التاريخية العصيبة والتي ستتكلل إن شاء الله باستعادة الدور الريادي والتاريخي الذي سطره اليمنيون في تلك الملحمة الكبرى والتي مثل فيها 30 من نوفمبر 1967، مثلت محطة تاريخية مهمة استطاع فيها اليمنيون طي صفحة إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. هذا النضال العظيم الذي سطره اليمنيون فاجأ به اليمنيون العالم، وإن كان يعني وإن كانت بعض القوى الحالية اللي تحت عباءة الارتزاق أو العمالة تحاول استعادة الدور عبر يعني أدوات محلية أو أدوات إقليمية تريد أن تشوه نضالات اليمنيين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق أي انتصارا، لأن الشعب اليمني دائما يفاجئ الجميع في المنطقة ويفاجئ الجميع، وستكون هناك مفاجآت كبيرة، ولن يستطيع المستعمر الذي يحاول أن يتترس بأدوات محلية سواء كانت ميليشيات أو قرويات أو استعادة دور الكهنوتية الإمامية في الشمال واستعادة يعني قوى عنصرية قروية في الجنوب ليعيد التموضع عبر هذه القوى التي عبر هذه القوى المحلية التي تمثل أدوات وأذرع من خلالها يتم تركيع الشعب اليمني أو يحاول الانتقاص من قدرات الشعب اليمني. لكن نستطيع القول أن هذه عبارة عن حقبة شهد فيها اليمنيون يعني انتكاسة وانحطاط لنخبته السياسية. هذه الحقبة ستمضي وستنتهي وسيستعيد اليمنيون دورهم الريادي، وسيكون لليمنيين دورهم في مفاجأة العالم الذي استطاعوا خلال تلك المرحلة التاريخية طي صفحة بريطانيا العظمى. هم قادرين على طي صفحات أو طي هذه الأدوات أو مواجهة هذه الأدوات التي تمثل يعني حجرة عثرة في طريق اليمنيين في استعادة دولتهم وتشوه نضالهم. لن تستطيع هذه القوى التي أتت يعني من غبار التاريخ أن يعني تعمل على إعادة اليمنيين إلى عهود الظلام وإلى عهود الاستبداد وإلى عهود القهر. سيكون لليمنيين إن شاء الله مفاجآت كبرى، واليمنيون دائما هم يفاجئون العالم، وسيحقق اليمنيون ما يصبون إليه من حرية وعدالة ومساواة وكرامة ستتحقق اليمنيين عبر نضالهم التاريخي الذي لن يكون إلا يعني منتصرا لإرادة الإنسان المتعطش للحرية والإرادة الصلبة. إذن أستاذ مدرم، بداية عيد جلاء مجيد، وفي الذكرى 52 للجلاء عام 67 ذكرى خروج آخر بريطاني من اليمن، هذا العيد الذي يزهو به كل اليمنيين أستاذ مدرم بطرد المستعمر، أنتم اليوم كيف تقفون أمام هذا اليوم التاريخي؟ في البدء أرفع آيات التهاني للأسرى الجنوبيين القابعين في سجون الاحتلال الإماراتي، وعلى رأسهم الأسير الجنوبي البطل المعتقل سالم الربيزي، والمعتقل الجنوبي عبد الحميد الصبيحي الشهير بالروسي. وإلى جانب أرفع آيات التهاني لقائد ومفكر الثورة الجنوبية الزعيم حسن أحمد باعوم، الذي كان من ضمن صانعين الاستقلال الأول من ضمن مفجرين الثورة 14 من أكتوبر. عادت الذكرى 52 للاستقلال المجيد والجنوب يئن بصفة خاصة، واليمن بصفة عامة يئن. عاد التحرير عاد ذكرى الاستقلال الجنوبي أو الاستقلال 30 من نوفمبر الاستقلال المجيد، والوضع البلد في أسوأ الأحوال. ماذا أحدث وماذا أتكلم؟ إن التعابير تفتقد من لساني أن أتحدث فيها، ويجيش القلب بما يصير لدينا في عدن والجنوب والمحافظات الجنوبية المدعية اللي يدعو أنها محافظات محررة، وما يصير في اليمن عموما. أصبح عاد 30 من نوفمبر واليمن بكل
والجنوب كل تحت الوصاية الدولية، يباع كل شيء فيه بأرخص الأثمان، الدماء والرجال والشرف والعزة والكبرياء. عاد وكل شيء في البلد صار مستباحا. الأرض والعرض ترفع الأعلام الأجنبية على المباني السيادية، أجانب يتحكمون في كل شيء في الوطن. أجانب ساسة كل همهم الكسب، وإرضاء الأجنبي. عاد والأوضاع تئن، عاد وكل مخيلتهم وكل آمالهم هو فرش السجادة الحمراء. عاد والمدينة عدن تغرق في الظلام، ونهبت كل مخصصات لتشغيل المحطات لتزويد الأطقم والمدرعات والصالونات المرافقة للقائد. لا يهم، كل همهم هو القائد فقط. القائد هو الذي يرضي الأجنبي، والشعب عليه أن يرضى هذا القائد. عدن الآن في هذه اللحظات يعني 4 ساعات الكهرباء فيها طافية في الذكرى الثانية والـ50 للاستقلال المجيد. أستاذ مدرم، في كل هذه الأوضاع التي تتحدث عنها، هل احتفلت عدن اليوم بهذه الذكرى؟ احتفلوا الأحرار وبعض من الأحرار، احتفال كان باهت، احتفال مرير، لأنه كل ما تسطر به المناضلين الأوائل والشهداء مدرم وعبود وعبد القوي وغيرهم صار هباء منبثا. صرنا الآن تحت احتلال آخر، كأن احنا لم نتحرر، كأن لم يكن 30 من نوفمبر مر علينا. عاد في هذا الوضع وفي هذه الأيام، وعدن ترزح واليمن ككل تحت احتلال متعدد الجنسيات، وما هو يغص في قلوبنا هو احتلال عربي من جلدتنا، من دمنا، من لغتنا، جوار لنا، يشاركنا في الدين واللغة والدم. استباح أرضنا، استباح موانينا، استباح مطاراتنا، استباح كل شيء. صارت السجون ممتلئة، صارت المعتقلات ممتلئة، الاغتيالات، نهب الأراضي، الصرف الصحي، لا يوجد في عدن شيء أو توجد في المناطق المحررة شيء يطلق الصبر، يطلق الصدر ويقول ها نحن اليوم نحتفل في الذكرى 52. بعد 52 عاما نعود نحن إلى نقطة الصفر لنعيد لنناضل من جديد ونحرر من جديد ونقاوم الأجنبي ونقاوم الاحتلال. وكل ذلك بماذا؟ كل بأفراد، في أشخاص من بلي جلدتنا باعوا الغالي والرخيص، باعوا الكبرياء والعزة والشهامة، باعوا الوطنية من أجل أن يكونوا هم في الأمام في المقدمة. لم يعيروا دماء الشهداء أي شيء، لم يعيروا التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء اليمن والجنوب عام. نعم، سأعود لك أستاذ مدرم. أستاذ خالد، يعني يتحدث معنا الأستاذ مدرم كما استمعت بحرقة شديدة على وضع عدن اليوم وأرض الجنوب بشكل عام، لثوار تلك اللحظة ولرجالها أيضا خط نضالي تجسد بطرد الغازي، لكن يعني اليوم أين هي هذه الطريق؟ ما هي معالمها أمام المحتل الجديد كما وصفه الأستاذ مدرم؟ هو مؤسف جدا، يعيش اليمنيون لحظة كابوسية محزنة وتراجيدية مؤلمة للغاية في تاريخ بعد مرور 52 عاما من الاستقلال المجيد، ما زال اليمنيون يعيشون يعني هذه الحقبة المرة، ولكنها لحظة لن تميت يعني إرادة اليمنيين ولن تصيبهم بالإحباط. يعني هي لحظة اعتلال ولحظة انحطاط ولحظة سقوط، يعني سقوط النخبة السياسية وسقوط يعني المنظومة السياسية بشكل عام، وغياب يعني روح القيادة والمبادرة لدى النخبة السياسية التي أصبحت مرتهنة تماما وتسوق للأجنبي، وأصبحت هي أداة يمارس من خلالها تفكيك المجتمع، ويمارس من خلالها إذلال الشعب اليمني، ويمارس من خلالها مصادرة حق اليمني في حياة حرة وكريمة، ويسرق حلم اليمنيين من خلال هذه النخبة الرديئة التي لم يشهد الشعب اليمني خلال طيلة مراحله النضالية
أسوأ وأحقر منها، ومعذرة على اللفظة، لكنها في الحقيقة هي أحقر نخبة سياسية يعني شهدتها اليمن عبر قرون، أو لم تشهد إطلاقا اليمن منذ أن وجد اسم اليمن أحقر من هذه النخبة السياسية التي تسوق لإذلال الإنسان اليمني. في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أن هذه هي مجرد حقبة ستأخذ مداها الزمني وستنقضي وستنتهي بانتهاء هذه النخبة السياسية الخانعة الذين لا زالوا يعملون عبارة عن وكلاء وأدوات فاقدين لأبسط مقومات الكرامة والاعتزاز بالنفس يعني. لكن نستطيع القول أن يعني مع كل هذا الظلام ومع كل هذه السوداوية التي تحيط بالمشهد اليمني والوضع الإنساني السيء والتراكمات التي وصلت إليها اليمن منذ 5 سنوات أو منذ 4 سنوات من 2015 حينما تدخلت السعودية والإمارات تحت يافطة استعادة الشرعية وأطلقت عملياتها العسكرية، لم يكن مطلقا المستهدف من هذه العمليات العسكرية هو إسقاط انقلاب الذي مول اصلا من السعوديه ومن الامارات، وهو انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، والذي كان يهدف هذا الانقلاب او تمويل الانقلاب من قبل الاشقاء العرب، لم يكن يعني امرا يعني عفويا، بل كان يستهدف صميم يعني إرادة اليمنيين، كان يستهدف يعني مشروع التحول الديمقراطي والانتقال السياسي في اليمن، كان يستهدف أن يرى العرب يمنا في جنوب الجزيرة العربية مزدهرا متعددا تعدديا ديمقراطيا، ويستعيد اليمن دوره الحضاري والريادي في ضمن المنظومة العربية. نحن أمام يعني منظومة الثورة المضادة التي لا يرق لها أبدا أن ترى يمنا ديمقراطيا تعدديا، ولكن في الحقيقة نستطيع القول أن يعني تحالف الذي جمع بين كهنوت الإمامة في الحقبة الماضية وما بين السعودية من جهة أخرى، رغم الدعم الكبير الذي استمر ل7 سنوات من قبل السعودية لفلول الإمامة ومحاولة لتركيع اليمنيين، إلا أن اليمنيين في الأخير انتصروا رغم كل تلك الدعم اللا متناهي واللا محدود. والجميع يدرك تماما أن الحرب الأهلية التي استمرت في اليمن 7 سنوات بتمويل السعودية، لجأ بعد ذلك بيت حميد الدين إلى السعودية وانتصر بعد ذلك انتصرت الإرادة اليمنية. الآن يريد يعني استعادة نفس الدور، ويكشف السعوديون أنهم عبر اللقاءات السرية التي لم تنقطع منذ 2016، وهذا اعتراف خطير من السعودية، أنها على اتصال بميليشيات الحوثي، أي أنهم في الحقيقة أطلقوا هذه الحرب، ليس المستهدف والانقلاب إنما المستهدف هو الشعب اليمني. حينما يتناوب الحوثيون كنسخة جديدة من الإمامة الكهنوتية، والسعوديون الذين هم الأعداء التاريخيين لليمن الموحد، اليمن القوي، اليمن الديمقراطي، اليمن التعددي، اليمن الحضاري، لأنهم لا يؤمنون بأي بعد حضاري، ولا يعني وهم عبارة عن أدوات للمستعمر الجديد الذي يستخدمهم كهراوات مالية من أجل يعني القضاء على إرادة الشعوب وإرادة الحرية. ولكن في الحقيقة نستطيع أن نجزم أن السعودية لن تحقق أي هدف في اليمن، وستبوء يعني مساعيها في إخضاع الشعب اليمني وتفتيت الدولة اليمنية وإخضاع الشرعية وتفتيت البلد عبر الشرعية، ستبوء كل هذه المحاولات بالفشل، وسيفاجئ اليمنيون الشعب اليمني كما فاجأ العراقيون إيران، كما فاجأ العراقيون إيران في جنوب في الحاضنة الشعب الشيعية في الجنوب بثورة ضد كهنوتية وضد الطائفية السياسية التي حاولت إيران زرعها وامتدت إلى إيران. الشعوب هذه ستنتصر مهما طال الزمن، وثورة الشعوب في الشرق ستستمر، والموجة الثالثة والرابعة ستمضي وستجرف كل أدوات الثورة المضادة وفي مقدمتها السعودية والإمارات الذين هم هراوات مالية للقوى الاستعمارية الكبرى. إذا لو عدت لك أستاذ مدرم، دعني أسألك، لما تذهب بعض فصائل الحراك إلى مقارنة الوجود البريطاني بالوجود الإماراتي الآن، رغم أن الإمارات أتت تحت غطاء الشرعية ودعت بشكل رسمي من قبل الرئيس عبد ربه؟ صحيح، دعت بشكل رسمي من قبل ما تسمى الحكومة الشرعية،
ومن رئيسها عبد الرب منصور هادي، ولكن لا توجد هناك مقارنة بين الاحتلال البريطاني والاحتلال الإماراتي. الاحتلال البريطاني عمر وبنى وثقف ودرس وأعطى عدن، كما أخذ واستفاد من عدن فاد عدن، والجميع يدرك أنها كانت عدن في عهد الاحتلال البريطاني ذرة الشرق، بل كانت ميناء عدن هو ثاني ميناء على مستوى العالم، وكانت عدن تضاهي باريس وتضاهي نيويورك، لا أقول تضاهي بيروت أو تضاهي القاهرة. وأما الاحتلال الإماراتي هو أظلم عدن، حول عدن من نور إلى ظلام، بنى هدم عدن، يعني انتهكت معالم عدن وبطريقة مدروسة وبدعم إماراتي. نهبت محيط أو الأراضي الاستراتيجية للمنطقة الحرة، لكن ألا يمثل وجودها شكل رسمي؟ يعني هي أتت تحت غطاء التحالف، والتحالف يعني بقيادة السعودية، والتي يعني كان الدعوة موجهة إليها من قبل الرئيس، لكن تعد هي تحت إطار رسمي وتتحدث بهذا الصدد، يعني أنها مشكلة تحت إطار التحالف. في مرحلة ما سابقة كانت هكذا، ولكن الآن أو أكثر من مكتوى من الإمارات هي من دعاها، هي الحكومة الشرعية. من الذي طرد الحكومة الشرعية؟ من الذي استباح ألوية الحكومة الشرعية؟ من الذي دخل معاشق وهدها؟ من الذي طرد الحكومة الشرعية وطرد وزرائها؟ من الذي منع الرئيس الحكومة الشرعية الذي دعا الإمارات من منع نزوله إلى ميناء إلى مطار عدن؟ من الذي إلى الآن هذا الذي واقف قصة أمام الحكومة الشرعية لتنفيذ مخططاتها أو ممارسة مهامها في عدن؟ هي الإمارات. الآن الحكومة الشرعية هي الآن ترى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أشد وطأة على أمن اليمن بصفة عامة وأمن الجنوب بصفة خاصة من أنصار الله. إن كل ما يمارس في الجنوب صناعة ميليشيات، صناعة كيانات سياسية أن تكون هي قائمة في الجنوب وما يسمى المناطق المحررة لتكون بديلة عن الحكومة الشرعية، بل وأن تكون منافسة. وذلك ما تم في قبل حوالي شهر من لقاءات جدة وتمخض في اتفاق الرياض، وإلى الآن ذلك الاتفاق لم ينفذ. الإمارات لديها أجندة خاصة تمررها هنا في لدينا في عدن، وتحديدا في الجزر، وتحديدا في المواني والمناطق السيادية. الإمارات تنظر إلى عدن، تنظر إلى عدن، إن عدن هي الشيء، إن ميناء عدن هو المهدد الرئيسي لميناء دبي وميناء جبل علي. إن موقع عدن الاستراتيجي الذي وهبه الله لها، ذاك الشيء الوحيد، هذا الميناء هو المهدد لميناء جبل علي. هذا الميناء جبل علي الذي لكل خيرات الإمارة التي تستصيغ منه والذي عايشة من أجله، ليس من في النفض. إنها تنظر إلى المستقبل، إنه في سيأتي وقت وسينتفض الجنوبيين وسينتفض اليمنيون وسيعيدون أنفسهم وسيترتبون أوضاعهم وسيشغلون ميناء عدن، وستكون له قراراته وقوانينه الخاصة الدولية التي تكتب كل البضائع والسفن في العالم لارتدائه. في حين في ذاك الوقت سيكون ميناء دبي مثله مثل أي ميناء آخر، ولكن هي من الآن تعمل على ذاك الشيء. وما يؤكد كلامنا في 98 عندما عرض ميناء عدن للمناقصة على مستوى شركات عالمية، هبت أبو ظبي للسيطرة على ميناء عدن، وفعلا كانت بتواطؤ من الرئيس المحروق تم وهبها ميناء عدن، رغم أنه كانت هناك شركة الكويتية التي قدمت عروضا أفضل من شركة مواني دبي. ولكن فيما بعد ماذا؟ رحلت كل العمالة المتميزة الذي كانت في ميناء عدن، نقلتهم إلى ميناء دبي، وبقية العمالة تم طردها وتسريحها، وتم إلغاء الشركة الوطنية للملاحة التي كانت تدير المواني في الجنوب وفي على مستوى اليمن كامل. يعني ميناء الآن الهدف البعيد هو إفراغ ميناء عدن من محيطه الاستراتيجي، من الأراضي التي سيأتي يوما ليتوسع فيها. لماذا الإمارة الأمور التي في عدن، النهب العشوائي والتدمير، هو عملية تموين وعملية مدروسة تحت نظرها وفي علمها وهي مخططة لها.
نعم، إذا اسمح لنا أستاذ مدرم أنت والأستاذ خالد بانضمام المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. وفي ذكرى عيد الجلاء 52 أستاذ أحمد، ما هي قراءتك لحالة الشتات والتشظي في الساحة الوطنية حتى على مستوى أوساط المقاومة التي وقفت ضد الانقلاب الحوثي شمالا والأطماع الإماراتية جنوبا؟ نعم، تحية لك أولا أسئلة وضيوف الكرام ولكل مشاهدي قناة بلقيس، وخالص التهاني بذكرى 30 من نوفمبر عيد الاستقلال المجيد. يعني بالإشارة إلى الموضوع الذي ذكرتي والسؤال الذي سألتي، طبعا يعني هناك الكثير من المشكلات التي يعني يمكن قراءتها بأنها عبارة عن نوع من إخفاق النخب السياسية والنخب أيضا الثقافية في هذا البلد في ترجمة مشروع الحركة الوطنية ومشروع الثورة اليمنية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وبالتالي نحن اليوم حينما نعيش هذه اللحظات الفارقة في تاريخ شعبنا اليمني شمالا وجنوبا، يعني نقف محتارين كيف أننا خلال ما يزيد عن نصف قرن لم نترجم الأهداف التي فطرتها الثورة اليمنية والحركة الوطنية إلى مشاريع سياسية وإلى مشاريع اقتصادية واجتماعية ترتقي بهذا البلد، يتضعه في المكان الذي يليق به ويجعله يلعب دورا مع موقعه الجيوستراتيجي الهام الذي اليوم نشهد يعني تكالب القوى الدولية والإقليمية عليه، لأنه لم توجد أساسا دولة تحميه وتحيط به كما ينبغي. وبالتالي نحن قبل أيضا أن نتطرق إلى هذه الأمور، ينبغي علينا أولا أن نتذكر أن النضال المرير الذي خاضه شعبنا اليمني شمالا وجنوبا هو الذي يعني أوصلنا إلى تلك اللحظة الفارقة 30 من نوفمبر 67، بعد 4 سنوات من الكفاح المسلح منذ انفجار ثورة 14 من اكتوبر 63، وهو اليوم الذي اعلن فيه اصدر فيه قحطان الشعبي رئيس يعني الجبهه القوميه حينها بيانا بعد استشهاد غالب دراجه لبوزه الذي عاد من خطوط المقاومه في شمال الوطن وفي بعد تحرير اليمن الشمالي في يعني 26 سبتمبر 62. وبالتالي في ذلك اليوم العظيم صدر هذا البيان من قبل قحطان الشعبي من قبل الجبهة القومية، وبدأت مرحلة الكفاح المسلح ضد بريطانيا حتى تم لهذا البلد يعني الذي كان مقسما إلى أكثر من 24 إمارة وسلطنة ومشيخة، تم له استقلال ناجز من بريطانيا العظمى أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. كانت هناك نضالات كبيرة وإرهاصات كبيرة قام بها المناضلون الكبار امثال قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف وسيف الضالعي والكثير من ابناء حضرموت والمهره الذين كانوا منخرطين في خلايا لحركه القوميين العرب والجبهه القوميه وحزب رابطه ابناء اليمن، وكل هذه المكونات التي ترجمت بعد ذلك مشروع الاستقلال الى مشروع ناجز واخرجت واستطاعت وتمكنت بعد ذلك ان تخرج بريطانيا من جنوب اليمن، وعمقت بعد ذلك يعني استطاعت ان توحد تصنع هويه يعني واحده وجغرافيا واحده. نعم. يعني بشكل غريب ومعجب. لكن ما يحدث الان استاذ احمد، نعم دعني اسالك، يعني بعد تشكيل هذه الهويه الوطنيه التي تحدثت عنها، كيف سمح اليمنيون بتلاشي هذه الهويه وذهبوا نحو هويات ضيقه؟ قد اختلف معك، هي لم تتلاشى، لكن يعني كما قلت لك في بدايه المداخله ان هناك فشل واخفاق من قبل الطبقه السياسيه التي توالت يعني بعد هذا التاريخ، والتي يعني بدات يعني تعاقر الافكار التي تاتي من الشرق والغرب ولم تعتمد على ذاتها في ترجمه واقعها الاجتماعي والسياسي الى مشاريع صناعيه ومشاريع اقتصاديه وزراعيه تتناسب مع هويه البلد وثقافته واحتياجاته، بل شطحت يمينا ويسارا
وشرقت وغربت، لكنها لم تستطع أن تدرك يعني موقعها، ولم تستطع أن تصنع علاقاتها في محيطها الإقليمي والدولي، وبالتالي كان هناك نوع من الحصار، وكان هناك نوعا من التحدي الذي ربما كان أكبر من التحدي الذي خرجت منه، يعني خرج منه الوطن. كان هناك تحدي الحصار الإقليمي وتحدي الحصار الدولي، ورمينا أنفسنا طبعا سواء كنا في الشمال أو في الجنوب في صراع بين ما بين القطبين، يعني المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، معسكر يعني، ودخلنا في مسميات ومهاترات أفكار وما شابه ذلك. هذا كان هو الذي أسس إلى هذا الفشل الذي نعيشه اليوم. يضاف إلى ذلك أيضا أنه يعني دخل، بدأنا ندخل في أزمة ثقة بين النخب السياسية وبين المناضلين أنفسهم، وبدأ التخوين وبدأت المؤامرات، وبدأت يعني هناك مشكلات كثيرة يعني لم تستطع هذه النخب أن تضع فيها السلاح وتبدأ مرحلة البناء والتنمية، بقدر ما وجهت ذلك السلاح إلى يعني بعضها البعض وأنتجت كل هذه المشكلات. طبعا حينما جاء نظام علي عبد الله صالح بعد ذلك يعني عزف على كل هذه التناقضات ووظف كل هذه المشكلات، ولم يستطع أن يستفيد من تاريخ يعني توحيد اليمن في 90، هذا يعني ذلك التوحيد الذي كان يعني كان عبارة عن مشروع يتواجد في الوجدان اليمني ويحتاج إلى ترجمة على الواقع السياسي والاجتماعي، لكن الترجمة كانت خاطئة. دخلنا في مشكلة كبيرة جدا مع نظام علي عبد الله صالح، كان لم يكن مشروعا وطنيا بقدر ما كان مشروعا عائليا، وأسس لكل هذه الفوضى لأنه لم يعالج تلك المشكلات المزمنة التي عمرها أكثر من نصف قرن. وبالتالي حينما جاءت فترة 11 من فبراير خرجت كل هذه المشكلات يعني إلى الواجهة، ولم تكن هناك أدوات سياسية وأدوات قادرة على احتوائها ولملمتها، وبالتالي فتح صفحة جديدة لهذا الوطن حتى يترجم نضالات الحركة الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفبراير إلى مشروع وطني، وهذا هو ما نسعى إليه، والأمل طبعا قائم في بناء هذا البلد من جديد بإذن الله تعالى. وما يعني ولا يجب أن يكون هناك يأس، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني لماذا لم يستجيبوا أو لم يستفيدوا اليمنيون من تجربة الماضي التي سادت مرحلة الاستعمار البريطاني، وهم الآن يعودون بذات الأفكار دون اتعاظ من التاريخ؟ هو للأسف شديد يعني فشل النخبة السياسية التي حكمت والتي يعني تصدرت المشهد السياسي بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر. كانت هناك حالة صراع في الصف الجمهوري، وتم إقصاء الجمهوريين الحقيقيين في الصراع الذي حصل في 68 ومقتل عبد الرقيب عبد الوهاب وغيره من الصف الجمهوري، وسيطرة المشيخيات التي كانت لا ترى في الجمهورية إلا الفيد، وبالتالي عادت الإمامة من خلال يعني المشيخيات التي كرست حالة التخلف والجهل في مناطق شمال الشمال بدة عمران وما حولها، وأصبحت هذه المناطق عبارة عن إقطاعيات لمشيخيات أبقت هذه المناطق ولم تعمل على إيصال أهداف ثورة 26 سبتمبر إلى أعماق الجغرافية التي تنبع منها الزيدية المتطرفة أو الكهنوتية التي عادت وبقوة على يعني أنقاض النظام السياسي الذي هو نظام صالح، الذي كرس حالة من الانقسام المجتمعي وسياسة واعتمد سياسة ما يسمى بالرقص على الثعابين، ورقص على ثعبانه الأخير الذي قتله. وقطعا اليمنيون قادرون على القضاء على هذا الثعبان الأخير الذي هو ثعبان الإمامة الذي جاء بنسخته الحوثية. للأسف الشديد يعني التراكمات التي حصلت خلال الفترة الماضية أوصلت اليمنيين إلى هذا المستوى، ونظام صالح الذي عمد على تشويه كل مبادئ ثورة 26 سبتمبر وأكتوبر وحاول تكريس نظاما عائليا يختزل الجمهورية بذاته يعني دفعه ثمنا باهظا، واليمنيون دفعوا ثمنا، والحوثية يعني التي ظهرت بنسختها الأخيرة هي أحد أدوات
أدوات القوى الاستعمارية التي وجدت من خلالها فرصة لإعادة اليمنيين إلى 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 يعني إلى بيت الطاعة من خلال يعني تفويت فرصة الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في اليمن بعد نجاح اليمنيين في 2011 بإزاحة نظام صالح. لكن نستطيع القول أن الإمامة التي عمدت في الشمال على طمس هوية الإنسان اليمني عبر يعني ما يسمى ب يعني احتكار يعني تمثيل الدين واحتكار تفسيره، وأن كل ما يصدر من الإمام هو الحق، وكذلك عمدت الإمامة على تقسيم اليمنيين عبر يعني الطبقية السلالية والعنصرية والمذهبية، ولم يكن أسوأ ما يعانيه اليمنيون هو الحرمان والمجاعة، وكان يعانوا اليمنيون حتى في الشمال يعني حق يصادر حقهم في التفكير، والجميع يدرك كيف مارست الإمامة هذا النوع من القهر. فبالتالي كان البعض من أبناء صعدة يقولون لم نعرف حقيقة الإسلام إلا بعد 26 سبتمبر، ويروى أن بعض أئمة أحد المساجد في صعدة كان يضع العلم الجمهوري في القبلة ويقول نحن لم نعرف حقيقة الإسلام إلا بعد ثورة سبتمبر الذي جاء ليكشف زيف الإمامة التي لبست ثوب الإسلام، والإسلام هو دين دعا إلى المساواة وإلى التحرر وإلى نصف كل مظاهر التفريق بين الناس، بينما جاءت الإمامة التي تتناقض كليا مع مبادئ الإسلام وقيمه في تكريس حالة من 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 التقسيم المجتمعي. هل انتهى الوقت؟ نعم، لا لم ينتهي، ولكن لو عدنا ل يعني الوضع الجنوبي ويعني ما يحدث من تكريس لدور الإمارات بالصورة السلبية التي ربما مشابهة لما يحدث في الشمال. نحن لا نحاول أبدا الفصل ما بين وحدية النضال اليمني مشتركة، يعني نعم. ثورة 26 سبتمبر كانت هي المقدمة الأولى لنجاح ثورة أكتوبر 14 أكتوبر 63، وانطلق راجح لبوزة ورفاقه من تعز ومن جبال ردفان، وكانت تعز هي الحاضنة الطبيعية بحكم موقعها الجغرافي وبحكم يعني التنوع الثقافي الموجود فيها وعمقها الحضاري، كانت هي الرافد الحقيقي والدعم الحقيقي لثورة 14 أكتوبر. بعد ذلك حينما يعني قامت يعني الجلاء واستطاع اليمنيون التخلص وطي صفحة الإمبراطورية البريطانية في 30 من نوفمبر 67، كان هذا هو المدخل الحقيقي والانتصار وفك الحصار عن صنعاء. فهناك ترابط ما بين 30 نوفمبر وبين فك الحصار عن صنعاء. فقضية النضال اليمني نضال واحدي ومشترك، ولا يمكن ابدا الفصل بين ولا يمكن ابدا الفصل ما بين الشمال والجنوب. اذا اسمح لي ان اعود للاستاذ مدرم. استاذ مدرم، تحدثتم في الحراك عن صعوبة المشهد والتباسه في ظل اختلال الكثير من المفاهيم والقيم الثورية والوطنية لدى الكثير من مدعي النضال، من قصدتم بهذا الخطاب؟ هناك ثورة مضادة سيقتنا لدينا في الجنوب وفي الحراك الجنوبي ضد الحراك، وهذه الثورة المضادة تحصل في كل الثورات بما فيها شاهد جميع العالم الثورة المضادة التي قامت ضد ثورة الشباب في عدة دول عربية. هذه الثورة المضادة أرادت أن تجهض الحراك وأهدافه النبيلة وتضحياته الجسيمة، وأرادت أن تجورها لتستفيد منها مجموعة من الأفراد لدول معينة وهي دول محيطة أو دول الجوار المحيط بنحنا، ومن ضمنها من شاركوا في تحرير اليمن في الفترة الأخيرة بدعوة من الحكومة الشرعية. وتلك الأفكار السابقة التي كانت في عام 90 وما قبل عام 90، تلك الأهداف التي ذهبت إلى الوحدة اليمنية ورفضت المصالحة الجنوبية قبل ذهابها إلى الوحدة اليمنية، كانت هناك معارضة جنوبية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حزب الرابطة والجفري وشيخان الحبشي وآخرين العديدين. تلك الأفكار التي ذهبت للوحدة اليمنية ورفضت تلك الأفكار، ونفسها تلك الأفكار عندما ذهبت إلى صنعاء اشترطت أحد أهدافها لتحقيق الوحدة اليمنية طرد علي ناصر محمد الجنوبي من صنعاء، وفعلا تم تنفيذ لها للمصلحة العامة ولتحقيق الأهداف. تلك برضو تلك الأفكار الآن تكرر نفس التجربة ونفس الإخفاق السابق. ما يحصل الآن، لم ذهبوا إلى الرياض للمصالحة والحوار،
مع الحكومة ما تسمى الحكومة الشرعية في الوقت الذي تم طردها من معاشق وتم سالة الدماء والتضحيات الجسام الذي حصلت لإعادتها. في الوقت تلك الفئة هي ترفض الحوار الجنوبي الجنوبي، ترفض الجلوس مع الشرعية الحراك الجنوبي، وتدعي أنها هي الممثلة الوحيد الشرعي للجنوب. تلك الأفكار كلها تصب من أبو ظبي. أبو ظبي في تحديدا في عام 2015 في 15 رمضان في 15 مارس 15 و16 مارس عندما دعت القيادات الجنوبية إلى أبو ظبي قبل إعلان الحرب، وطرحت لهم قيادة الإمارات العربية المتحدة للدخول معها والمشاركة في أنها ستكون حرب في اليمن لدحر أنصار الله بين قوسين الحوثيين. وحضر كثير من القيادات الجنوبية التاريخية من ضمنهم الزعيم حسن أحمد باعوم، من ضمنهم الرئيس علي ناصر محمد والرئيس حيدر العطاس والسيد عبد الرحمن القفري ومحمد علي أحمد، وقافلة طويلة يعني بما يعد 15 و16 قيادي. ولكن ماذا كان رد الزعيم حسن باعوم؟ سنشارك معكم، سندخل الحرب معكم، ولكن هناك بضمانات تؤسس لقيام دولة جنوبية. قالوا الإمارات لا، لن نعطيكم أي ضمانات. قال الزعيم حسن أحمد باعوم إذن ضمانات من تحت الطاولة. قالوا لن نعطيكم أي ضمانات، شاركوا كشقات، سندفع لكم أموال، سندفع لكم سلاح، وأنتم شاركوا فيما بعد. لكل حادث حديث. ماذا كان رد الزعيم حسن أحمد باعوم؟ الله معكم ولن نضحي بأبناءنا من أجل أهدافكم. وغادر. من تلك الفترة والأحقاد ما زال حاملها القيادة السياسية الإماراتية، والآن هي ثورة مضادة على الحراك الجنوبي وقيادته، وأهدافه. والآن هذا الذي الآن اصطنعت قيادة جديدة. يعني حينما نقول مثل قيادة، بما إذا أردنا أن نسمى مثل المجلس الانتقالي، تأسس الانتقالي بعد إقالة قيادته من الحكومة، ويقولوا إن هناك قوات تتبع المجلس الانتقالي منها الحزمة الأمنية والنخب الشبوانية والحضرمية والمهرية. إذا لنعود شوية إلى الخلف، النخب والحزام الأمني أسس قبل تأسيس المجلس الانتقالي. كيف يكون هو قوات تتبع المجلس الانتقالي؟ إذن فالإمارات كانت هي ناوية وكانت هي معدة لكل الأحداث التي ستجرى في الجنوب خاصة وفي اليمن عامة، وشكلت المجلس للضغط على الحكومة، يسمى الحكومة الشرعية، لتكون قوة مضاهية لها أو قوة بديل لها، أو من خلال هذه القوة يتم الضغط وتمرير أجنداتها. وأوعزت على القوات التي أنشأتها قبل ولادة الانتقالي أن تكون قوات تابعتها. بكرة أو بعد بكرة تقدر الإمارات تغير ولا هذه القوات من مجلس انتقالي إلى أي مكونات أخرى أو أي كيانات أخرى تتبعها. وذلك كله يصب في في عدن وفي الجنوب، منها ما صار الآن في هذه المراحل السابقة واللاحقة من أزمات، من كهرباء، من مياه، من اغتيالات وأشياء كثيرة. نعم، إذن أعود إليك أستاذ خالد، يعني ما هي قراءتك الاستشرافية لمستقبل البلد؟ هل تتوقع أن يحتفي اليمنيون بذكرى جلاء جديد، خاصة يعني وأنت تتحدث ربما بتفاؤل في بداية الحلقة؟ أنا أستطيع القول حقيقة أنه مهما فعلت الإمارات من تكوين ميليشيات ومرتزقة، كما يشير ضيفكم أن المجلس الانتقالي أسسته الإمارات في 2016 أي قبل سنتين، وهؤلاء لا تاريخ لهم. ونريد أن ننوه إلى قضية خطيرة للغاية تفخخ من خلالها الإمارات الجنوب بمجموعة من الميليشيات المتناقضة والتي تحيي حقبة الاستعمار الذي كان يعمل على طمس الهوية الوطنية الجنوبية بالهوية الوطنية للجنوب عبر ما يسمى بإحياء اتحاد الجنوب العربي، وكذلك عبر إحياء السلطنات والمناطقيات والمشيخيات التي كان يحييها في الجنوب ويعمل على إثارة هذه النعرات. نستطيع القول أن الإمارات تفخخ الجنوب ولا تريد استقلالا للجنوب، بل تريد مجموعة من المرتزقة والمأجورين وأصحاب السوابق. ونريد التنويه على أن الإمارات تقترف جريمة كبرى، وذلك بتكوين ميليشيات مرتبطة بالجماعات الإرهابية. يعني التقارير الدولية وبالذات التقرير الخارجية الأمريكية الأخير يقول أن الإمارات يعني أصبحت محطة
محطة لتمويل المنظمات الإرهابية، واستقبال واصبحت يعني الإمارات مصدرا لاستقبال وإرسال الدعم والتمويل للمنظمات الإرهابية. ونحن نعرف، اليمنيون يعرفون، العالم كله يعرف أن رئيس نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو هاني بن بوريك، مدرج ضمن قوائم الإرهاب وكان قياديا في تنظيم القاعدة، لأن الإمارات تعمل على تفخيخ الجنوب وتفخيخ الجنوب بكل ما تعنيه الكلمة عبر استيعاب عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة، والذين كانت هناك صفقة باستيعابهم حينما انسحبوا من حضرموت. فبالتالي اليمنيون بشكل عام والجنوبيون وأبناء الشمال قادرون على نفض هذا الغبار، كما أن كان هناك قضية في الشمال هي قضية صعدة ذبحها الحوثي وأصبحت هناك قضية يمنية، كان هناك قضية جنوبية ذبحها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهؤلاء عبارة عن أدوات سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب. الإمارات والميليشيات الحوثية لديها ارتباطات واضحة لتمييع القضية اليمنية، والأدوات المجلس الانتقالي هي عبارة عن أدوات سيكون لليمنيين يعني كلمتهم الأخيرة في إنهاء هذا الفصل من التآمر، وستنتهي هذه الحقبة المؤلمة من حياة اليمنيين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث خالد عقلان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لك أستاذ مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وهو لكم كذلك مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.